إذن نشاهد هذه الصور المباشرة لإدلاء الناخبين الإسبان بأصواتهم في هذه الانتخابات التشريعية التي دعا إليها رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في 29 من شهر مايو، وذلك غداة خسارة اليسار في انتخابات محلية وإقليمية. السؤال الأكبر الآن يتمحور حسب استطلاعات الرأي وأراء المحللين على قدرة سانشيز على البقاء في الحكم، ظل ترجيح استطلاعات الرأي خروج الحزب الشعبي بزعامة بونيس فيخو فائزا في الانتخابات. إذن هذه صورة بيدرو سانشيز نشاهد الآن وهو يدلي بصوته في هذه الانتخابات التشريعية. حتى الآن الآراء متفاوتة، استطلاعات الرأي بعضها يرشح بقاء بيدرو سانشيز والآخر فوز نونيس فيخو في هذه الانتخابات.